أخواننا الكرام، أخاطب الشباب، لا تقلق، الله موجود، الله عز وجل فوق الظروف. اللي في ظروف صعبة، في ضغوط، في حصار، المكاسب قليلة، فرص العمل نادرة، الله عز وجل في كتابه الكريم قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه. قال له يا معاذ: ما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه. قال: ألا يعذبهم. مع الإيمان ما في ألم، ما في حزن، ما في يأس، ما في إحباط. أمرك بيد الله، ما سلمك الله إلى أحد. قال لك: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ريح الجنة في الشباب، اتق الله يجعل الله لك مخرجا وترزق من حيث لا تحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفرت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تقلق، الله موجود، الله عز وجل فوق الظروف. أمرك بيد الله.